طيب ده في النادي الزمالك، في النادي الاهلي. في النادي الاهلي كان اقرب ناس ليا في الاول حسام حسن وابراهيم حسن. لغايه ما كانوا هيموتوني في يوم ما بقتش انام مع حسام تاني. كان هيموتوني الساعه 4 الصبح والله. قبل ما ننام خلاص بقى، احنا هننام بقى الساعه بقى 3 ونص 4 الا ولقيت حسام حسن بيقول لي بتحبني انا اكتر ولا ابراهيم؟ فانا معاه جنبي وعلى السرير اللي جنبي اقول ابراهيم؟ فقلت له حسام انت يا حسام مش يسكت؟ قام مسك التليفون وقام جاي طالب اوضه ابراهيم، يا ابراهيم تعالى الحق رضا بيحبني اكتر منك. موضوع عادي. لقيت ابراهيم جاي في ثانيه بيخبط، حسام ما كانش بيفتح الباب فهو اللي قام فتح الباب. لقيت ابراهيم داخل وانت عارف بقى ايه، مبرق وعينيه بتطلع ولع. انت بتحب حسام اكتر مني؟ فطبعا الراجل قاعد معايا وجنبي وعلى السرير فقلت له يعني انتوا الاثنين؟ قال لي لا اختار واحد. ده الاثنين بقى. الله، ده انت لسه عايش لحد دلوقتي؟ وربنا كنت هموت. انت فكرني بتريق؟ لا انا عارف، ده مسكوني خنقوني الاثنين ولازم اقول واحد. عارف لغايه بقى ما قعدت بقى